سنة ومحمد 8 سنين. انفصلت عن والدهم. أنا دلوقتي بالنسبة لهم أم وأب. مش عايزاهم يعني يشوفوا حاجة وحشة في حياتهم، عايزاهم يبقوا أحسن من أي حد، وبعمل ربنا فيهم. علشان كده أنا اشتغلت على التروسيكل. التروسيكل ده بتاعك؟ أيوة. طب قولي لي بقى، يعني دي شغلة شاقة وشغلة للرجال فقط، يعني إيه اللي خلاكي تشتغليها؟ هي اللي متوفرة قدامي. اشتغلتيش أي حاجة مثلا تانية قبل كده؟ اشتغلت بتاعت فاكهة وبتاعت خضار وبعت ريحة، اشتغلت كل حاجة. بس هو عشان التروسيكل بتاعي فحاجتي أنا بشتغل عليها، محدش يقول لي كان، محدش يقول لي منها، حاجتي تحافظي عليها أكتر. أول ما بقوم من النوم أنزل على الساعة 12 كده الظهر، أمشي في الشوارع، حد عايزين البوتاجاز، حد عايزين أوضة نوم، حد عايزين أنتريه، بيندهوا عليا، بروح أنقلها لهم، وزي ما ربنا بيكرمني بجيب لهم عيالي وبروح بيتي. أقعد بقى في وسط عيالي آخر اليوم بقى، تقعدي في وسط عيالي خلاص بقى، ما أنت اليوم طار منك. عقبال ما بتلف حد حبة وحد ندهلك أو حد ما ندهلكيش، حسب بقى ما الرزق اللي بيخش لك ده هو اللي انت بتعيش عليه لحد ما تنزل وربنا يكبر بخاطرك برزق تاني. انا دلوقتي الرزق اللي هو اليوم بيوم ده مش نافع معايا. انا عايزه اقفل دوت واعمله كشك ثابت تحت بيتي. كشك متنقل؟ شاي وقهوه وحاجات؟ لا بسكوت وحاجات من دي. اسيبه تحت البيت بحيث ان انا الم اقفل الظرف بتاعته واطلع بيتي. كده ربنا يدخل لي رزق. ما فيش حد ما بياكلش حاجه حلوه، العيال مش عارفه ايه كده. ايوه هيبقى رزق يومي.